السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله أنتكلم لكم على سحر المقابر ويسمى سحر المدفون. أنتكلم بعدا علاش بالضبط هاد الناس يديروا السحر في المقابر. هو تدار بعض الرقات يسمونه سحر الموت، كيديروه في المقابر باش المسحور يموت، لكن الموت بقدر الله سبحانه وتعالى. غير هما بالافكار ديالهم ديال السحر والمشعوذين عندهم هذه الفكره هذه. كثير ديال الناس عندهم سحر المقابر وما تيموتوش ويبقاو حيين وتيعيشوا طينين طويله. باش نفهم الناس هنا علاش يديروا السحر المقابر، لا بد الناس اللي عندها سحر المقابر لا تعالج الا بجد. هذا السحر هذا لا بد من جهد. نحاولوا نبحثوا على الرقات التي تطولوا في الرقيه، تكون رقيه مطوله. السحر المدفون لا تنفع معه الرقية الجماعية، لا تنفع، ولا تنفع معه رقية واحدة. لا بد تبدأ الإنسان بشوية بشوية حتى يضعف هذا الجني ويقول أين هو السحر. نعم، نبحث جدا على الرقات التي تطول في الرقية حتى يضعف هذا الشيطان، لانه من الشياطين الذين يعملون على السحر المقابر هم من ملوك الشياطين ومن شياطين كبار. لكن الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. لا بد من الاسباب، تفهمنا، لا بد من الاسباب حتى يضعف هذا. كانت عندي واحد الحاله ديال واحد السيده عندها اختها من باها دارت لها السحر، والحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا لعلاج هذه السيده هذه. فبقينا بها الحصة الأولى، الحصة الثانية، بعد الحصة تقريبا الثالثة، فهذا الجيني صعد وتكلم وقالنا السحر في الروضة الفلانية. ما بغيناش نتكلموا على الروضة لأنها جات في واحد الخلاء وربما يستبدوا ناس أخرين ويدوا لهم السحر. ما نتكلموش عليها، لكن نتكلموا على ماذا جعلوا في هذه المقبرة. فداروا فيها الفولار، وداروا فيها واحد التريكو، وداروا فيها الليكات ديال الحنة، وداروا فيها الخرقة باش تحك المرأة، وداروا فيها الشبكة باش دير الصابون، وهادشي كله خداوه من ليلة العرس، العرس ديالها خداوه وداوه لهذيك السيدة. أول ما تصابت هاد المرأة تصابت مرض خايب، ما نتكلموش عليه، مرض خايب اللي تصابت به بسبب هاد السحر، تفهمنا. فبدات هنا بدات المشاكل من بعد المرض، وسات المشاكل والمرأة مابقاش قادة تنظف بيتها، والبيت توسخ، والوليدات توسخوا، والزوج توسخ، ولاو مساكن الحشرات والحيوانات تسير في البيت، واحد الحالة لا يرثى لها. هنا باش نحضروا الناس، خاصة في هذه الأيام هذه تكثر الأسحار، كثير من الأسحار تبدا في هذه الأيام هذه، نحضروا من الناس منها وبالله التوفيق. فالناس اللي بدات عندنا بدا ما تمشي دير الرقية وتبحث عن العلاج، راه كاين، لكن تبحث عن الرقات اللي تدير رقية مطولة. الرقية ديال 5 دقائق لا تنفع، الرقية الجماعية لا تنفع. ماشي بالضبط نقول لكم مثلا تمشيو باش عندي رقية مثلا فردية. مثلا كاين بعض الناس يقول لك الرقية الفردية مثلا 3000 درهم او 1500 درهم، او هذا لا ينفع. كاين من الرقات يقرا لك ساعة مثلا 100 درهم، ساعة هو تيقرا يقول لك عطيني 100 درهم، ولا ما يقولش لك اصلا عطيتي لي ما عطيتيش، المهم تضحي هو لله رب العالمين. كاين من الناس يقول لك 3000 درهم، كاين 3500 درهم، انا ماشي نقول لك وكان شي عنده، لا، تنقول لك باش تبحث على راقي. كاين الاخوه ما شاء الله تبارك الله ما تيتاووش وما شاء الله عليهم، لا الانسان غير يبحث، راه كاينين رقات ما شاء الله. وبالله التوفيق، الله يشافيكم ويشافي جميع مرضى المسلمين والمسلمات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.